السلام عليكم المتتبعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا فرحانين يا ربي. ايوا كي دايرين مع الشتاء، وكي دايرين مع القرايه، وكي دايرين مع الصهير ديال الدراري المحفظه؟ والله يجعل سيد ربي يكمل عليكم المسيره ديالكم والمتتبعين ديالي الاعزاء، الله يحفظكم الله ينوركم. هو المتتبعين ديالي حتى انا والله الا جربت هاد سميتو محفظه محفظه معاك معايا راهي والله غير متتبعين شحال ما حطيناش والله شحال هادي صراحه متتبعين كبرنا عليكم. شحال نقولكم بدا اول حاجه تحيه ليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا فينا هاد النهار هذا نتمنى يا ربي تكونوا باحوال جيده وتكونوا مزيانين وبصحتكم ان شاء الله يا ربي. كاع البنات اللي كيتفرجوا فينا حيت الصراحه تقريبا كاع المتتبعين ديالنا عيالات عيالات وبنات، لا بليبار زعما ديال الناس الرجال ما نعرف موحشوش كيتفرجوا فينا بزاف ديال الرجال، ولكن المتتبعين تنقول البنات شوف فاش كنهضر تنقول البنات لا ما كيدير حتى شي واحد. كيف قلت لكم المتتبعين هاد النهار هذا ان شاء الله يا ربي غنصوروا معكم واحد الفيديو ان شاء الله يا ربي، وراكم عارفين شحال ما صورنا لكم وشحال ما هضرنا معكم. كما قلت لكم المتتبعين صراحه شحال ما صورنا لكم وحشناكم، قولوا لنا نتوما واش توحشتونا ولا لا، كنا غابرين صراحه المتتبعين غير مع شي حاجات. وش نقول لكم الوالده حتى هي ما كانتش، كانت مشات عند العائله ديالها شفتهم ورجعات والحمد لله بخير عليهم ومزيانين. اش نقول لكم وريان جالس معنا راه باقي معنا دابا راه مشات لشي سيمانه متتبعين وريان معنا، اقسم بالله الله يحسن العوان الامهات الامهات ماما اللي كينوضوا في الصباح بكري مع السبعه ولا السته بلا ما تخليهم جبدا ما يهزوش ما تزربوش البنات ما تزربوش صراحه ما تزربوش لا لا ما تزربوش انا هاد الفكره سبحان الله عندي انا بدماغي الانسان ما يزربش في الاولاد صراحه الله يعيش شويه حياته هادي ويكتشف بزاف الحوايج الخروج تبعوا الماكله وتنعسوا وشغل نقول لكم الله يجعل سيدي ربي يكمل عليكم داك الشيء اللي كتمناو ان شاء الله صراحه فيهم شويه ديال ورايانا المتتبعين عزيز وغالي، واخا نوض في الليل ولا نوض في النهار ما يهمنيش انا راه داير انا ماما ديما متتبعين ديري النوبه كل وحده تتنعس حتى انا بحال اليوم متتبعين انا فقت معاه البارح ماما فقت معاه بكري وصراحه رايان في الصباح ماشي شويه تيتعكس ما تيقدرش يفيق الصباح واخا تنحاول انا نعس مع التسعود ديال شي مدرسه اللي كتقبلهم ديك العشرة ولا تسعود ولكن عاوتاني خصو ينوض مع الثمانية باش يولف باش يولف وإني الصراحة الله والله إلا كيتعذبوا كيتعذبوا عرفتو مع الصغيور ودوك الوليدات حتى هما صغيور مساكن يلاه نايضين وتيجيو واحد والبرد متتبعين هاد اليوم راه عندنا البرد والشتا طينا متتبعين والله إلا كنهضر والنفس ديالي ماما كتخرج كتخرج الهواء الفوار بحال بحال عندي هنايا شي شي جيكس كاس وقت البرد هادي متتبعين والله يعطي ربي يكمل علينا بخير ان شاء الله يا ربي يجيب الشتا بوقتها ويجيب الشمس بوقتها والناس اللي كتسال على كلشي عزيز كي الشمس كي الشتا ولكن عاوتاني الشميشه بوحديتها والشتيوه بوحديتها الشتاوه بوحديته وكل حاجه المتتبعين خصها تكون فوقيتها باش يكون داك التوازن البيئي حيت الصراحه مؤخرا ولات كتجي الشتا فوقيتها ماشي وقيتها والشمس فوقيتها ماشي وقيتها والله يدير غير الخير هادشي اللي كاين وشانكم متتبعين صراحه الناس اللي كتسال عاوتاني فين تيتي شو هادي ولا شخلطنا ريان صراحه هي مشغوله متتبعين واحد شي شويه وبحكم ان حتى واحد الحاجه اللي خلاتها انها تمشي تزيد يومين اخرى ما تجيش شوف متتبعين عندي اختي السعديه السعديه شانيل اللي كنوجه ليها واحد التحيه كبيره من هذا الفيديو هذا وتنقول لها الله يشافيك ان شاء الله يا ربي الحبيب وترجع ليها صحتها ويحفظ ليها الوليد اللي عندها راه مسكينه حتى هي حامله بحال اختي وتقريبا عندهم نفس الشهره ما بيناتهمش بزاف ونتمنى يا ربي تكون بخير نقولوا الجانين مازال ما الجانين ماما الوليد ولا البنيه وليد وكنطلبوا من عند الله سبحانه لا هو لا هي لا تيتيش ديالي شي بنيته يا ربي يرحم شي بنيته ان شاء الله يا ربي باش نلبس الباص داك الشيء اللي كاين عندي الله يفرح حتى سعديات الساهر الشهر ابراهيم الله يجعل سيد ربي صراحه ناس طيبين والله الا ناس طيبين اش غنقول لكم الله ما كاين بحالهم صراحه الله داك الشيء لا ابراهيم لا سعديات تحيه لهم كبيره كبيره كبيره
وتحية للمتتبعين داخل المغرب وخارج المغرب، ما نساو حتى شي واحد، راكم مزازين وغاليين. تيسولو فين والله العظيم داكشي اللي كاينين. باش ما نطولوش عليكم، ومتتبعين مقدمة كيما قلت لكم هي راه مشات عندها، ومتتبعين مشاو حتى القنيطرة، وراكم عارفين الولد تيقرا ما يمكنش أنهم غيمشيو يدي بلاصة ويمشي حتى القنيطرة ويخلي القراية. تيجلس معنا متتبعين، شغنقول لكم تنتهلاو فيه، راه بحال عندنا الأمير والله إلا حنا عندنا الأمير في الدار قسما بالله. تنتهلاو فيه دابا حنا متتبعين ديت الحمام معايا تحمحم، كنوكلو كنشربو كنخدم مع التماري. المهم بصراحة ريان زدنا واحد لمسة خاصة بالدار الصراحة. لا ماما ولدنا هذاك، ولدنا هذاك. وكنقولو المتتبعين دابا نكبرو وين شريتي طوموبيل. والله المتتبعين معاش الكاميرا وشوف كيقول، كيقول ماما فاش غادي نكبر غادي نشري الطوموبيل وغديك تكولي الكفته، ماشي تاكلي الكفته، تكولي الكفته، تكولي الكفته. المهم متتبعين طولنا عليكم، وتشوفوا ان شاء الله النهير ديالنا كي غادي يدوز، وشاركوا معكم بزاف ديال الحويجات. وانا شديت الكاميرا دابا، دابا كما قلت لكم متتبعين دابا انا شديت لكم الكاميرا ان شاء الله باش يجي الفيديو زوين. واخا كنبغي نصور متتبعين بهذه اللعيبه، ولكن ما يمكنليش بقى نهزها بقى نقطع كتعذبني شويه في المونتاج. هانتوما متتبعين هادي كتساعدني في المقدمة، شي حاجة أخرى تساعدني. وما تديوش متتبعين صراحة، يلاه نشرت هاد الحويجات غي هنايا. أش غنقولكم سطح عامر، صبنت الحوايج لريان. هانتوما متتبعين راه باقيين فازقين، صبنا الحويجات كاملين. تنحاول أنه ما يتوسخولوش الحويجات ديالو، أي حاجة كتوسخ تنصبنوها صراحة، كنصبنو بزاف والله متتبعين. كل شيء متتبعين والله، كل شيء تنقى متتبعين. الحويجات ديال ريان كنشوفو ديالنا، وسمحولنا على هذا الروينه اللي كتكون عندي في الدار صراحه. الله متتبعين مازال ان شاء الله يا ربي غيتحيد كل شيء ان شاء الله، يصوبوا السطح ونطلعوا السطح المتتبعين، وغنغسلوا الزرابي كاملين والله متتبعين. انا مازال ما غسلنا مراه ملان، سميتو جبت الصابون وجبت جافون. مشات المتتبعين ماما هاد النهار مشات تقدات عند واحد السيد، جابت شنو هذا اللي هنا، هذا جافيل، هذا جافيل، هذا فيه الريحه ديال هذا الفراش متتبعين. جبت ديال الحوايج هذا اللي قلت لكم متتبعين، هذا والله الا احسن من اريال متتبعين قسما بالله. هذا كتشوفني الشركه ديال اريال ضرب لي الفيديو، كيدير الريحه الحوايج وكيخرجهم هكا كيدير داكشي اللي كاين. وصراحه نضنا الصباح وفطرنا ريان وجمعنا الدار، راه البرده متتبعين درنا هاد اللعيبات هنا. واخا قولي اش كدير بعدا تمايا، اش كدير نتايا، اش كدير؟ تماري دغيا وصلتي لحرف السين، راه كنا غير في حرف الميم. شوف متتبعين راه تيلون هنا، راه المهم صراحه نخدم معاه شي شويه. هذا المتتبعين هذا راه غير شراتو لو تيتيش غير باش يبقى يتعلم، يبقى يتعلم فيه. هذا المتتبعين واخا زعما يخربق فيه ماشي مشكل، ياك ريان؟ اه. واش انت فرحان معايا؟ انا درت خطر 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 خطر، زعما خطا درتي الخطر هنا، وما كانش خصك دير الخطر هنا. ياك تنقول ما بقاش تخرج على الاطار، انت خرجتي على الاطار هنايا. شو سميتي هذا؟ شو سميتي هذا؟ شو سميتو؟ د د حجارون. لا كنتي غتقول هادو دبون. اه بصراحة متتبعين راه ريان عقله خفيف تبارك الله. واش غنقول لكم يا ربي تحفظوا لينا ان شاء الله. يلا متتبعين ريان، يلا دابا ريان ماما تيخدم التمارين. ريان 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 دابا نجيب لك هذيك اللي كتهضر، دابا نجيب لك هذيك اللي كتهضر، راه كاينه نجيبها لك صافي. واش انت فرحان؟ شوف ريان، ريان سمعي كيقرا تليفون تيهضر، كيهضرش ما كيهضرش، هو غير لعبه ماشي بحالك. دير لي هو غير لعبه، ما عندوش الحجرات، ما عندوش الحجرات. ريان اش غدير لي ولدي حيت نكبر؟ قول لي فين غتدي امي، شنو غتشري؟ اسمع غتشري فاش تكبري ما عندك طوبيل، فاش غتصغري عندك طوبيل. طاطا عندي طاطا اميمة وامي. فين؟ وكون غتدينا امي؟ وكون غتدينا؟ تقولي كفته وطاطا اميمة نديها تكون كفته عندنا بلاصه جوج وحده. ومالك هنايا لونتي راسك؟ لون راسها ماشي مزيان. ماما تكون صغيره وركبها تكون كفته. ايه كلكم تاكلوها. ايه وي ريان غتديري بالموتور يتبعنا صافي، كنجيب الموتور وانت تهزني في الطوموبيل وتديني انا كل كفته. ايه ايه هو يتبعنا، هو يتبعنا وياكل الكفته. صح. وقول لي واش انت اللي غتخلص؟
انت اللي غتخلص علينا. يكون عندك البنات بزاف ياك. ان شاء الله ان شاء الله الله يعمر جيبك. يلا وفراسك شنو درتك اليوم الغدا؟ عرفتي شنو درنا الغدا ريان؟ كيحماق متتبعين على هاد. درنا لك الطعام. درنا لك الطعام اللي تيعجبك. درنا الطعام اليوم. عطي لولدي ياكل الحليمه والطعام. يا راجل ايوا متتبعين دابا مشيو للكوزينه. درت لي خاطر. شكون اللي كيديك الخاطر؟ يا امي شي ترك العميه يا راه ديالي متتبعين فين طاح نتوما متتبعين صراحه الطعيمه ديال زوينه واش بغيتي تاكل مسكينه حتى متتبعين تيحمق على على الطعام كيحمق على شي حاجه سميتها الطعام كيحمق راهين على الطعيمه وها هو دعاو ثاني هذا الطعام اللي طايب واخا صراحه كانت ماما بغات تخدم بالرقيق ولقات جابت المتوسط هو ديال القريعه هنا متتبعين صراحه النصبه ديال الطعام شلوح سهله 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 انا تعلمت والله الا تعلمت صافي صافي هذا تعلمت حاجه وحده دابا خصني ندير انا ديال المرقه ديال المرقه هذاك واش فيه الخدمه ماشي بزاف بحال بحال شنو غير كتزيدي وكان داك سميتو العطريه اللي ما درتيش حتى ديريها حتى هذا ما درتيه كنديرو غير الملح البزار سكينجبير وصافي البصله كتقطع والزويته وصافي حتى من بعد كتلوحي له الحليب وما خلاص الا درنا اللحم الحمراء متتبعين تيخص حتى اللحم يطيب بوحديتو عاد من بعد كت اللحم حتى يطيب عاد تلوحي داكشي اللي كاين هذا عاوتاني كيتمشى مع الخضره انا صراحه تيعجبني الحليب مع مع الدجاج متابعين باش ترايا نمشي متتبعين مغدي ونوجدوا له عاوتاني اللانش بوكس ديالو ان شاء الله يلا ماما واش دير القصريه اش غديري لي ماما حتى امي غتمشي داك ديري لي الطعام الناس تديهم متتبعين شي شي حاجه هكا زوينه ولا شي كوتي زوين و تيقول لا ديو لي الطعام والعصير ديال الطعام ديالو يلا ماما دابا حطينا ان شاء الله يلا متتبعين كما كتشوفوا معنا راه انا مسكي لاصق فيا متتبعين شنو نقول لك شنو تقول لي قول لي شي حاجه زوينه خويا متتبعين اللي عزازين علينا صراحه كنت بغيت ندير نحس لي وانا نفكر عاوتاني متتبعين راه الشتا قلت خلي تسخن يسخنوا شعرو عجبك انا تتسرقي هكا ندير له هكا هادي ريان انتما متتبعين دابا نحطوا ان شاء الله الطعيمه ديالنا وانا تنحماق اختي راه خدام ان شاء الله وشوفوا الجو تبارك الله راه زوين انتما الناس ناشرين الزريه ديالهم متتبعين شوفوا يوم الجمعه ما تيحلوش الحوانت عندنا غير هذا ابراهيم والاخر ما تيحلوش متتبعين شوفوا على الجو شحال غزال متتبعين واحد السما واحد الشمس يا سلام هذا عطيف هذا اش هذا عطيف هذا عطيف يلا الوالده عطيف هذا كياكل قولي شحال غتاكل ديال الطعام تاكل بزاف ولا تاكل شويه انا طويله تنديرو هكا اهضر بعدا معايا واش وليتي كتاكل مزيان وليتي كتاكل بزاف ايوا الحمد لله وليتي ثقيل تيقولك راني وليت ثقيل راني وليت كناكل كلشي بابا شنو كتقول لباباك شنو كتقول لهم من هذا الفيديو بابا بابا تيغلب ابا ماما كلشي تيغلبو باباك لا شوف تيغلب بابا تيغلبو امي تيغلب امي ما كاملين تيغلب حسن وملك حشومه ماشي حسن مو حسن مو حسن وملك وانس ايوا بطل باباك بطل بابا بابا صحيح صحيح راين عزيز عليه بابا بابا الا ضربني الا ضربني شي وحده يعلقو في السماء قول لي شنو تتقول له واش توحشتيه بغيتي يجي عندك هو عنده عضلات كبارين سبحان الله متتبعين اي صغيور تيكون بابا تضربني قلتي اه وتديها فاش تبغي تضربني ماما تدي وتدي لي هكا يلا سكت سكت بركه من الهضره واش ديك المراه كبيره ولا تقول لي راه تنسرعت عليك تدي شي شفت هذا الفيديو غتبقى تضحك صافي بركه سكت امشي قول شي هضره اخرى والله الا هذا هذا ويلي 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 بلاتي بلاتي ريان قالك قالك متتبعين راه تقول لي ماما كنترعد عليك وبصح حتى فاش كتبغي تضرب تقول له راه كنترعد عليك لا لا عليا هذا سميتو خزو ماشي مشكل الوالده كلشي غناكلو انا كنحماقه البنات على الطعام هذا ديال الحليب صراحه
واخا يكون الاخر ديال الحديد الحليب 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 هاي الحبيب ديالي الله بقلبيب يلا وقول متسبعين شنو كتقرا شنو تعلمتي قولهم لاندي ماغدي شنو كتعرف لاندي ماغدي مكودي جودي فضودي ادمون وقول لهم واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة تا سبعة سعود سبعة سبعة خمسة ثمانية ثمانية سعود عشرة كيغلط المتسبعين من سبعة لثمانية تيغلط فيها و A B C D A B C D E G H I J K I J K L M N L M N راه متسبعين مشيتي تعلم تبارك الله عليه والله الا جلس معايا ديامات تنديرهم لهم متسبعين في التلفازه دوك الاغنيات ديال الالفابي ايوا انتم متسبعين ديالنا كما كتشوفوا القصريه ديالنا عاديه او انتما راه انت واقف بغا يعاون وعندك دير لهم عندك طيحهم يلا سيروا يلا اش يلا زيد كيبغي يتسخر والله الا كيبغي يتسخر مسكينه متسبعين تيشوفني كندير الشغل وتيقول لي واش كتجمعي الدار ما خصنيش ندير روينه يلا زيد اول حاجه غتجمع ادوات ديالك يا ربي من عند الله سبحانه ايوا انتما متسبعين صراحه الواحد ديالو ها ولدي غادي ياكل منه يلا حطي نجمعوا له هادشي ديالو هنايا يلا باش يتغدى ان شاء الله متسبعين ديالنا وباش نصيفطوا للمدرسه ايوا دابا متسبعين ديالنا كما كتشوفوا صراحه تغدينا ومورا ما كملنا متسبعين خدمت مع رايا شي تمارين واش غنقول لكم دابا غادي ندي ان شاء الله يقرا غندي انا صراحه قريب لينا قريب لينا المدرسه فين تيقرا راه قريبه لينا ما بعيداش بزاف يلا ريان شكون اللي غيديك مي ولا طاطاك ديك طاطاك يعطيك الرضا يا خويا شفتو اللبيسه شوفو ماما اللبيسه اللبيسه واعره تبارك الله ما شاء الله على ولديها انتما متتبعين دور شوف اللبيسه ريان جيتي بوغوس عاوتاني المهم تتبعين درت له الماكله ديالو هنايا اللي غيدير استراحه ايوا المهم الوالده دابا خليك معانا ان شاء الله يا ربي انا نمشي ندي ريان دغيا ونرجع ان شاء الله يا ربي اليوم متتبعين بلي كاين واحد المفاجاه ان شاء الله غنصوركم نصورو لكم واحد الفيديو اخر ان شاء الله غتشوفوا معنا بزاف د الحويجات ايوا المتتبعين واقيلا طولنا عليكم تعرفوا بزاف د الحاجات ايوا المتتبعين دابا ان شاء الله خليكم معنا حتى لا فيديو